جزاك الله خير يا شيخنا. سؤالي ما زال ماشي يا هلو. السؤال هو ما هي السؤال؟ كوكو فرين كاغرين. يا. ورقة ما لها سورة يا كاغرين. خلاص خليه صبر أنت وين والله شيء ما في حاجة. نفطر نوكل وكوس. ما فرين بالمصور بس يبغى نقرا هذا. شاشة كل هذا عيالك فلزة هو كذا. الحمد لله دي هذا ما كره قانه سفركم لبي بحسا خدمه كارك الله قطو يلا عقته وفدرافتك الله وسمه سلام عليكم لعبت مركي قوي أرتا ولا عق دينا قادت فلي زادوا عتة أنت كارك وفدرافتك بيا تكلم هندي شيء وكو جهاز انا بحيته ودين ودين لو سيي ودو صار وضعت شو انت عم دين بلو سيي اما ان بس هاكو سيسو اما بنكي هاكو سيو اما قف شخصي هاكو سيي لعب بنكو سيي انت تسوي علي ليزر ماري ورب عبد الصار باب ابو سعود وانترست كلير انترست يا الربا وي تنكرنا محايا اوفر وكو جهاز انا محايا اه تا كاركا اه هي اه تا دي مرا لعب المصر من السافس مرا هكذا كقاري سم كيتوس كاها هذه كلي انا معها وحكاك لا قال دي لاسك كارك بخورك سفرك ما بخور بيكو سيسا كارك مركا مجالة ده تشوغنو تدكا كاكتا اي تولوجي كتشوغا كارك بخورك ما بخور بيكادا كو بنانكا تولوجي كمركا لون بحكور ما يكون دكانا ده كو حيات كو بنانكا تولوجي كدبوين كيال يركا وحبا يسارتان ويا مغارد وكا كان الا عاد بو غليو وسي قال يا بوكو كان بوكو سي قال تاسو شيخ تقول ما تاوان قلت لو حرم ربنا لا تا ما بنانا لكن تنكار كده وا بنانته صرت على عاد ما دان كذا لعقت على بجيب كو هيستو العمر اللي تدي يصير وقت سيرفيس بعد كذا تليفون مو سيرفيس قيل يسوي تا يحي بعد كذا ما إلى هذه الكرتانة وقضية أدو السوق اللي بعرف المضادات قد أطوك على قالصا واتسمين كرتانة تنكاركو العق معه وحل المسيين سيف إسبال لقاق قضي كقالصا متكا كالي سيدك اللغة قضي متكا تشابان متكا كالي نيكا دير لقا يكتوكا تشابا لقا قضي كاربو قولا سكاش ليسد حلقا قضي سوما وحبقروا نجمة ما يسقس عشان يسلح ليسي وبدأت وحلا قذنا يتلي كوميونيكيشن بيه كورنتلا وحيا بعن أي تايم كأردن والسيرفيس وحلا قتيا العقل ما قاضنا هذا العقل قاضنا الله يتكبرنا إلين يجرب نقولنا لكن هذا السيرفيس قذنا يسوع كلا قارصا ويبنات سوى شذا كله وي بنات باي التليفون ما قدال العقل ينسيني
تنا السيرفيس بانك تايا العقل يا مسينا ومركان كاك قدر ايو انا يا والله يا واتشيك العقل اللي يوجه لكن اذا ما لها اني كمبدو وما انا كاك قدر بنانك تشد بان تاكنا يا هي ويا شاف كان بقول كم بايو كتشر كيف تنكر ويا هذا المعنى سوما العقل انا استعمل العقل هذه اللي يبني لكن السيرفيس بانك هذه هي اير تايم كنا شركة داني اي تايم بيكي رئيستي تايم كان لين كوحا مرا كوريس كي عدد كا مرا كي اي كي رئيستي بيسا كان اي دقيقة دادك كي اي بيسا وحا لقاد يا مركا واس سافيس العقل ايسا سينا يا ماه هدير العقل او سينا يا العقل اللي سارانا يا وا انترس سافيس كهدو الدين يا كاش كلا قاليسي هينا سيدا وحيوة فيسيكال كماتيريال كا يسير ديسي كاش يدين كلا قاري سنبو لميديا كسو لماذا؟ وحي كاش لكن انت إذا كالتكي وانا بيتكو يشيسا اما كاش كما دين كوش انت كلاوا قرقر قرقر تبقى كوش تحبا لماذا؟ هو ويبوغ برنامتا يهداد ميتكو يشيسا وهذا الوحد إذن كون يشيني هذا كالتكي ولو قولي هذه مالا سؤال الله هذا هاي قفا الأولى يقوليزي الحرام يجين دين مكاقا هذا كذا تصالح وكوربشن معك بسوق الشيء أما صحة قفا زين سؤال تاس دارو بشو قولي هاي قفا ساقع فاطل الشيء ما لقيلي كرا رضو الله شخيصة كرا بسم الله ضدك حرام تكشاق إسلام حوله دو حرام تيين والله بقيبه حرام la soo dhaxay oo qof laga soo dhaxay iyo la yaqaan lacagtan oo hebel ka soo xogay meel buu ka soo xaday xoolahaasi iyaga laftoodi haddaad ogtahay inay yihiin qofka lagulama macaamili karo waayo maba leh xoolo uu leeyahay maba geel buu soo dhacay lo'o buu soo dhacay ari buu soo dhacay baabuur buu soo boobay xoolo soo bilay la qaystay xoolaha wali dadkii lahaa baa leh isagu maba wareejin karo milkigiisana bogso ma soo gelinba taasi waa qaybtaas qaybta labaad hadday xoolahan ku soo galeen qaabaan sharcigu bannaynin qofkii bixiyeyna raalli ku ahaa ganacsi aan ansixin weeye qof ballaaluush loo soo siiyey weeye darfka qofkan la siiyey xoolahan qofkii lahaa oo raalli ka ahaa siiyey laakiin siduu ku siiyey si sharcigu ogol yahay maaha waxaa la yidhahdaa xoolaha kugu soo galay kasabka faasidka iyo xoolaha dhacday oo milki kale ku jiro qofkii raalli ka ahayd waxaa ka mid a xoolo badan baa ka mid a xoolahan qaadka iyo tubaakada iyo waxyaabaha laga shaqeeyaa ka mid a waxaa ka mid a xoolahan sixirka iyo kitaabdayga iyo faalalooga laga shaqeeyaa ka mid a waxaa ka mid a xoolaha dhillooyinka naagta dhillada xoolahay qaadatee la siiyey baa ka mid a ninkan lacagta ku siiyey isagoo raalli uu siiyey laakiin waxaan uu ka gatay wax halaala maaha beeca saxaya maaha hadday xoolahani qofkan heshiis khaldan ku soo galeen waa xoolo xaaraan laakiin kuwii hore way ka duwan yihiino hal wax bay kaga duwan yihiin halirtirab xoolaha in la celiyo oo qofkii uu maanta tawbad keeno xoolihii maxaa lagu samayn nin baa naag la heshiiyey caawur la tuntay xoolay ka qaadatay suwixiiga rabta inaad tawbad keento ilaahay toobadu way furan tahay way toobad keeni kartaa ilaahay ugu soo noqon kartaa laakiin xoolihii ma ninkii bay u celiyo oo ninkii lacagtii iyo tumashadii maa laysugu darin lacagtii iyo tumashadii maa laysugu darin halkaas waxaa imanaya dee khilaafka culimadu qolo tiraada waa loo celin iyo qolo tiraada may xoolaha uu isagoo raalli kuwa dembi iyo macsiya ku bixiyey kiina ma qaadan karo kiina loo celin maaye dad baahanaya dan guud baa lagu bixin dad baahan oo ninkan xaaraantii iyo xoolihii baan kugu isugu daraynaa la dhihi maayo isagaa bixiyey isagoo raalli kuu isdhaafiyey meel saxa kuma bixinin meel saxaan keenayna
حولها صاص أو كالتاه عقود هشيسية فاسد كه بيع الربا وهم بنانين بيع دراويس لغاقنا عصاني لالوش كي يكوي مادة هلا الرم بعد العلماء بدن بعد صومر تي إذا صومر إن دونتا كوا بدن بعد عد إنترنت يا فتاوى دقي سن دونتا هل وحنا فهمتان ويا خلاف أرك دونتا بيسوا حرامتو هشيس كصاص صحيح بحكو بصو كلي حرام نمر محولها اللفت هذا مسوى هذه القرط هذا وحصارا وقدر حرام عقوق كدر صارا هل مليان بعد قاعدتي محولها اللفت هذا حرام هل كان مليان مسه مليان حرام عدوش هذا صارا ما هي كده أنت أنا يحولي هل كم مليان أها أو حفيز كان كجسر تري ضرب أنا كتبت كانوا هل مليون يقولي لي جي على لبشيو كي حلال مين مقر دام ده كي بحران على روسية ده كان يبوس كم بيحين كرو كي حران ده حفيز ويا الله دي اللي يراد مليون حران على قصور كشوف مليون حران على جربة الناس كبيحسوا دي ماشي عن كبيحية ما هو يكبيح تصار الله بعد أكون بايو فرام إنترست بسود على وان في حساب تو بخور كون انترست يا كوتشر ما بخور كي يكون هكا انا كسر بحيا مس بخور كلا انا هي هدا المساكين هي امي يودون اسنافيو تا انا يالا هدا ميرا انا لفت هذا وهي حرام وهكا انا كسر بحسو هدي اللي يرى هذا بقول حرارة كوكاشي بقول حرارة ناس نافيسا لغا ربانا تمشي انا كسر قادم بقول كي وطا اسنافيو بوسكي وينجيلي وعفر الى الى فهد الهدى ملفت هذا حارانا نسميك حاران إنه يسكبه هي اللي قوليه دان لرانا لفت هذا حارانا كما شاها عبي كرتي قاريكم الراعي كرتي دينك كما قادن كرتي كلي وحدك قادن كرتا دادك حاران تو أي كوب حيسي باهنا هداتا أما دانتي قودات وقادة يسي اللبهن لها باتابا كرتا هذا نرى أن قفك الدمدي سيا قرتي سال لقولي يا هاي حولها يقع عينته هذا حرام معها وحي معاملة الشرقي أه وضح مريكا راه تصال على قلبه كاكريس لعبتي وكرادة لكوسي هذا نرى أن نيكا حرام بقولي يا هاي حولها عينته هذا معها كرادة لكوسي هذا وجه حقات كذا شرال بقاقا قد راجمه بقاعدة كذعوني دكانكو كذعوني كتين gaari buu ku raacay diyaarad tigir buu ku boostay isagana xaraamtiisa isaga lagu leeyahay inuu iska bixiyay inta anigaana si muamala xaraala aan kaga qaatay marti baan ahaa uu marti geliyay qofka qofka martinimo xaq uu u leeyahay ani xaq aan lahaa baan qaatay xoolkiisa ma qaadan labada madhab weeye culimo mid ka aniga la saxan baan idin dhigi karaa barkaas cidii leh xoolahan iyagii baa xaraana wuxuu ku leeyahay cuntada aad ka soo cuntay iska soo mantajay kirada di guriga uga ma qaadan kartid aniga waxa ila saxan aynta xooluhu xaraan maaha isaga ay xaraan ku tahay inuu isdhaafiyo laga raba qof kasto ay muamala shartiyo xalaal ah dhamartana way banaantay ama nabiga cadi salaam yahuud waxa lagu magacaabay akaluna li suhd xaraan cun badan way hadiyaday siyaan iyo gurigooda markay ku marti qaadaan waa tagi jiray jizya laga qaadi jiray sanadkii lacaga madax qofka umar waqtigiisi badalyaro loo diray ka soo ururiye qala waxay dhanaan anagu ma hayne xaafadahooda khamrigoodii loo ma gari jirin waxay dhanaan war lacag ma hayne inta waa intaas ha tanagan khabrada qaato de tanagan qiimihii u dhigma qaato miro tanag loo dhigay khamra bacad isku soo tooro war maxay ahay نبقى كيف هذا اللعب وهي قيمة هذه وترى خبرها كسوق هذا في ور حد قاله كل شيء يجي ور حد قاله أنا قال العقد ما قصوا قال العقد بعنا قانا كم بني كان تسكى خبر يغش قاية هذو أنتو كوي ما دبي يشيل الكائب سن ما كان قاعد يكرتا ها ما كان قاعد يكرتا العقد أنا العقد الخمر قال له قصوا قال قصوا قاعد يهاي استغى حرام كنت هاي أنا قال حلال xoolaha uu wata muamal xalaal aan dhaxmaray sawir xoolo hebel leh oo soo dhacay ma aha
marka kambaniyadan sigaarka iyo tubaakada iyo khamriga iyo bankiga arrimaha ka shaqeysta anaga dhul hadlo iga gato lacagtiisa faa'iidada interest buu ka sameeyaa ma diidaysaa maya aniga heshiis saxa mana dhex maray baa taalla sidaa darteed qolyaha kambaniga khamriga haddaad lacag ka sarifato waa la ogolyahay ku sigaar gada haddaad lacagtaadii ka sarifato waa la ogolyahay guriga khamriga in lagu gado in lagaa karaysta lama ogola laakiin ninka u degan yahay xaafadii caruur baa u degan kambanigiisa khamriga maaha guri waad ka karayn kartaa reer iyo caruur degan khamri buu u shaqeeyaa dowlad buu u shaqeeyaa laaruushiya waxbuu qaataa wixii waani kirada idii isiiyey deynaan ku lahaa buu isiiyey way banaanta adiga mucaamalo xaaraana ha la gelin laakiin calaa madhabka kale haddaad qaadato shilin intaa ma qaadan kartidi ninka xoolihiisu waa xaaraan ay deyntii guriga kirada ku lahaa waay nais buur fuusho billahi tawfiiq su-aal saaxiibka horyaha sheekh waxin laga siiyey waxaa ku saabsan iskaashooyinka orta wax guud idinma dhihi karo qori heblo waa xalaal iyo qori heblo waa xaaraan idinma dhihi karo laakiin say wax ku xalaal noqdaan iyo say wax ku xaraan noqdaan baan idiin sheegi karaa waxaan saa idiin leeyahay xataa bangiyadan islaamiga la yidhaahdo markaa tagto dhowr mushkiladood baa jira isku daro dhowr mushkiladood baa jira mushkilada koowaadi waa dadka clientiska ah ee weliba soomaaliga waxma akhriyo waraaqaa loo keeni xaggeen saxiixaa buu dhihi maxaa qoran ma oga hadhow waa dambe oo waxaa la dhihi waa bentood wayaalo saa kuliba heshiini buu ihi hoos adiga saxiixay maa oo beeska saa saxiixay min maana akhriyeyba waxaan dhaqan u leenahay hadda boorka waxbaa ku dhegan anigoo taagan oo akhriyaya haddaad aragtaan akhrin maysaan maxaa ku qoran baad dhahaysaan qofka soomaaliga laba sifuuriyah wax ma akhriyo waqtina ma hayo haddana waa degdeg hadduu hataa intuu kuu keeno akhri ku dhaho maantuu kuu keeni berri buu jawaab rabaa afartan konton beeji oo far yaryar ku qoran wey adigu intaasoo hawliya ballan baad leedahay hadduu kuu keenay saacad kadib ma akhriday buu ku dhihi oo haddaan markii u fadhiisa xataa saacad iyo laba iyo saddex tona laguma akhrin karo qof wada degdegsan oon wax akhriyaynin hadduu doonana aaban luqada ay ku qorid garanaynin baan heshiisya ku galaa heshiiska qofka uu gelayo isagiiba uusan garanaynin ani waa xaalaal masan u dhihi karaa sagaaba garanayn ogaga waxa saxaay mushkilo dhabaadna waa jirtaa wa xagga bangiyada ah mushkiladda laba qaybood bay ka kooban tahay shaqaalahan qaar ka mida muslimba ma aha oo waxaad ribiya waxaad ka cararaysa isaga uma taallaba adaaba ribi iyo xaaraan iyo dembi iyo ay ku haysataae nin gaala oon waxaaba rumaysnayn baa kuu qori isaga iyo kii muslimka ahaa wax kaloy wadaagaan baa jira waxaa layihi nin macalina arday qur-aan qabtay dugsi qur-aankan eeda cama kali uu yaqiinay ardayga horeey markuu cama gaaro uu reerkii shiriya wuxuu yidhi ardadiisu meela soo gaadheega qabsada ninkani dhowr iyo toban sano oo bankiga kale kasoo shaqayn jiray laba usbuuc baa koos la siiyey iyo seminaar kadibna shaqadii baa loo dhiibay qor baa layidhi heshiiskii heshiiskii markuu laga bej saddex bej qoro intii uu soo dhegaystay ee kooskii labada saddex usbuucaha way dhammaan wuxuu halkaa kaga qaban oo ku koonagtay gareen kii uu yaqiinay buu qori waxaad arkay wax bilow iyo dhexd iyo dhammaadku aan islahayn sidaa darteed heshiiskan la qorayo qofka qoraya ama damba kamale ama diin ahaan aqoon male wixii kale uu yaqiinay iyo jacbur buu qori marka dambena koogi ambesti wey kuwa hore loo qoro wax badan ka khaldan yahiin baa magacaaga inta laguu soo qoran baa laguu soo diray adna ma akhriyaysa saa darteed heshiisyadan haddii heshiisya saas oo kaleeto haddaan idhaho hebel heshiiskiisu waa xalaal ama waa xaaraan dee waa mushkilad ana inaan idin lagooyana ma rabo idin dambaajiye ana inaan dambaabo ma rabo heshiiskaad gelaysaan waxaan dhihi lahaa waxaa idiin fiican oo xalaal ku noqon karaa horta waqti siiya haddaad aad u aqrin karta aqri
dad akhrin kariin dad garanaya oo akhrin kara la raadso dad badan baa magaalada jooga oo culimo akhriya kuwa howlahaas ka shaqeeya jira fiigana iska bixi ilaan looyarka fiigana waad siinaysaa dakhtarkana fiiga waad siisaa injineerada fiiga waad siisaa kan kuu akhrinaya maxaad fiigiisa u bixin laada ugee ha laga akhriyo orto akhriskana waxaa bays u ah adigu maxaad rabtaad qolada kula heshiinaysaa si aan u eego waxaan lagu qoray wax saxan inuu yahay waxaa laga heshiiskan si ahaan inuu saxan yahay laakiin adigu kaad rabteed gelaysay ba uusan ahayn oo lagu dhowar kan waxaad kaad adigu rabtay kan ismale kan qofka waxaya waxaa rabaa gala ku khaladaa lagu soo daabacay dadkaa raadiya waqti siiya iska akhriya la kaashada dadkaas waxayna ku xidhan tahay shirkad magaceed iyo banki kuma xidhna heshiiskaad la gelaysaa ma saxan yahay bay ku xidhan tahay khayr kasta hadday leeyihiin heshiisii khaldan la gasho waa khaldan yahay waxaas bankigu xataa islaami hadduusan ahayn oo heshiis sharci ahaan saxan la gasho wuu bannaan yahay marka heshiiskaad gashay ma saxan yahay mise ma saxna weya masalada saa yeela khayr allah idin siiya naam cidda ogshamaysaan laakiin muna sheegin hadday yihiin bankiyada iyo dadka deymaha laga qaatay waa la gadan karaa dadkan wax laga xaraashayo iyagaa heshiis iyo axdi galay hadduu xoolo qaatay ballanta haddaan fulin waayo ha la xaraasho heshiiskay waxaan ku qaateen buu ku jiray sharciguna wax baabur rahani la yidhaahdaa jira rahantu waa damaanada la dhigo markaad xoolo dadka qaado oo haddii lagaa waayo loo gado masaladan alaabta la dhigaya colotrolka iyo tiraadaan damaanada loo dhigayaay waa tii sharcigee rahanka loo yaqiinay wey inay xoolahanaan ka ahayn haddaad wixii iska bixisana adaa leh haddaad iska bixin weydeena waan gadi xoolahigii xaqaygii baan ka raadsan wax sharcigu ogol yahay wey adigoo raalli ku ah sidaa haddaad aqbashay xoolihiinaad iska bixin weyday ee dadka inay gadaan xaq bay u leeyihiin ciddii gadanaysana waa u bannaanta haddii xoolada laga soo xooga ay yihiin laga soo dhacay haddii waxay ku xiran tahay dadkii laga soo dhacay masharci xaq baa lagaga soo dhacay mise may xoolahaasi waxay aada ugu badan tahay xoolaha dekadaha dekadaha xoolaha ku daaha ama sharcigii lagu keenay iyo waraaqaha waxsi ka noqday ama waraaqihii baa ka soo daahay oo meeshiisa ugu jiray bodhemrejkii ku batay uu noqdayba isagii wax ka badan ama dowlad baa sharciyo soo rogtay oo wixii markii horeba loo galaa wax ka duwan buu keenay waxbuu isyarwos gelinayay waxbaa ku qarxay waxyaabaha dekadaha ah xoolaha dadkii lahaa iskaga tagaan ciddii hesha yeelata xoolahaga nool hadday abaaro intay dhacaan nabiga waxaa ka soo xasuus salaam hadday abaaro intay dhacaan neefkii dadkii xoolihii waxay weena bannaan kaga tagaan qofkii qaata ee calfiye ee nooleeyaa iska leh xoolihii noolaabay markay abaaruhu dhacaan ama colaaduhu dhacaan waxaa la mid a haddii meesha magaalada intuu wax yimaado qofkii alaabtii lahaa intuu soo qaado bannaanka iskaga tuuro qofkii qaataa iska leh isagoo wuu nacay hadduu qofkan xoolihii isaga tegay intay wax ka khaldameen oo yitan dhibkeedaaba ka badanee isaga tegay waa la xaraashi karaa haddii bakhaar loo dhigay oo deymo lagu yeeshay oo deymihu iska bixin waayeyna dinin xoolo lagu lahaayo xoolo laga hayo waa la xaraashi karaa haddii si kale dadka loo dhacay dee xoolo dad laga dhacay waxay ku fiican tahay dadkii lah inaad raadiso adigu xoolaha xaraashka ah haddaad ogaata dad in laga soo dhacayna iska daa haddii waxyaabahan kale noqdaanna waa la iibsan karaa billahi towfiiq su-aasha ugu dambeysa gelinaysaa ikhil adoo ganacsadii baa qof lacag kugu darsaday lacagtii baa khasaartay qofkii wax kugu darsaday haddii faa'iidadii iyo raasimaalkii ku weydiiso maxaa la sameeya alxamdu lilah dabcan ganacsi haddii la galo waa faa'iido iyo khasaaro hadday faa'iido timaado
فإذا سير له هشية بالوك على قاضن دو خسارة يمان دو ننكي حول على هان حوله خسارة ننكي حوق على هان حوق خسارة هل مربو قفكي حوله يلغولي يحي وهذه خسارة السقع والسببي أما الدياعات مكتمة السقع أي السببتي أما الدعاتي حقوده بسجا كي يميد أو سببي هادو إساو السبب وعا خسارة يلوميتان كحوله والأولى يهي حوله صدرت القفك كوش يغانا يهي وحو أباهان يهي نصوع الدائيو قفكا إساقا الدعاتي يدياعات كتميد بي وحان كدعان انتا هادو عاد يحوله وكو يالا هاد بقدرك كي يميد إساقا هادين الله وضع منا هين قفكو حولانا لغو وحولان لغو مالها سيداكو خساري وندعتنا كاهين دي عاني ساكي منين مدنا قرعسي قانا كوبادان كدهي حولو قرعسي من نخدان هدو رسمالكو قارنتي إيا الدمان الليح دي تهي وانفا إيدينا منا خسارو لفاقي مروال بواد لادهي ننكال لفيه سيو بوليه فايد مالي حريصنا ما خساران هو الدين مر بعد هذا الله فهو ملومان حولها هو الدين يا أمان مر كون أمانة النقل مر كي حولها قرانا إن أستعمى شيء حولي كنت صرفتنا دين بيسو بدلي دين الدول صار ميالته لفهنا ما خساران هذيك هدي دين اللي قلوك عن كورة يعني وقلوك كاوذي وقلتان دين تيدي وقورة دين هدى يسو بدشينا فإذا ربع دول صار ما ربعوه صادر تذكر فإذا دون كو أجاده حق ماله دين هدول شيسك يعني الله فاعي ومرلمان شيسك صعدون نقضوا حراه وادين كان عسكو مشرا هذا الله فاعي إننا اللومين ربطه أمانية الدين كده كم بنك جس كده هديه فإذا ربطنا خسارة وديار كرو وأنا وقف وخسارة كرا. وأنت أكبر من سوماري باتهيني لبعض الموت كنت دار. مركو روحة كوهشين إنسان عداية وحد وكو يلبي يصدح كوهشين. مركو لبعض قرع. قرال هي ديوان هي عداية مرخاتلة ويالا. إذا سوماري يا أيها الأبد إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فكتوا وروحك على قرطة. قف باب لو لو بريم ما سوماري قرطوا لنك الله. ما يمانك إساسا ذكري ما يكمن لي إساسا يعني والمحد كل شيء سين وحسب كل شيء ما يكمن لي شيء إنسان معي وروح ترى قرطان أول ما ننقرن مارك هورنا سيفوت بيسكو آمنان وهذا يقرأ هذا الحكول يبيدي آمن الله يبيدي آمن السبية وقولي مارك الدبنا وحي أفلا إسكيجري قام مربع الله الماني مربع كسل يسوي يمكن وحلا تحرى عمره صدرت المانتو من الحاجة هل فرد كنا مان لهي باطران فرد قادة مكاسا من هل عدينو بحري باطران كتاب القرآن الله وضا مري مرك هدو انكرا بحين اي انكرا قرآن ينا اسقبصاني وي اسمع من سنين ما او حكرا قرآن هدو ينا اسقبصاني وي ينا اسقبصاني وي وهي دعا وحي أن كبير شيء إنه حتى القرآن أن هيسنه أن وراء الأهار ينانس كحمان ينانس دين ينانس نئن ينان بيرس الشيء وي أن كلا قرآن أن يميه سوالة ذاتي هلا براء الله قرآن ذاتي إن الشركة دي حوالها قوانية قرآن الله حوالها كو قواني سان ديارية قف كستو وحيدين دي بي يقرد برجاء تاتي ما تحولي ذاتي حقا الله راح يا ربي ما عندي قلوتي ما عنده حقولي ذاتي أحرق ساريت سيال الله راعي وحتى الله يعقبهن غير الله ينسيه قرال كبرت وحكرا قرت وحكرا خاتي ويارا ركوب الصغية محامرة هي مالك إذا نحن رأي بلا توفيق يلا بسم الله account
الحمد لله سرد السفاري كم كم حرنا كريه بنقية ده على مدى وحنا قلنا إلا عقتا لبس سبب وضبا إن ميلا الله ديك والله وبعدا أما أنا ده العقتا إن ميلا كم أمني كرت وحلقية والله عقها قدر مركي قارا قولي كما هين كرت حفيز بكما هين كرت ميلا تكو حفظ ده ضبا عانتا هايو مرقار كودا ده وغمار من ده وغمار من ويدا ويبرناتا سبب لبعضنا والله دعايو إنه مركز أباحته على استعمال كذي هذي كرتون. صدرت بعد اللي نوسم بيجي مركز سفر كومي يحلو يستين. كان بيدنا طرته كي موبايل بانكي بيهوس عليه. ذيك العقدة يوم بحاجة زي كذي سنة. روتشيت كاس عذار العقدة اللي معمولان كرا. ها مساسة. أنت العقدة إجا قاعدة لهي. أنا موبايل بانكي ما سمايرو. موبايل كاتسفر إن بس كيستعمل إذا كنا كيستعمل معك يعني وحدو باهم طاير العقد مقادي كرت مر بضن وحدو باهم أنا استعمالي كرتو يدور آمن كوت الله هذا ربع هذا ده تكون مشان كرتا والله هذا يصير هذا ربع هي عارو بيكرتو وهذا كان كرتا كون كام بنك هن نقضه أما شركة تلفون هن نقطة أما سفاري ده أما إيرتل ده أما كوكلا صوب بحدوره ده هذا إنترست سوق شو قدر كإنترست هذا سوق علي بعد استعفين هنا يسلي سوق أنتو كوكو بدن أيوة هذا حروب يربط بدن يسقال قال عشان ذاك ينف حروب بدن بحيث هذا مثلا أنت يرتاحي على استعفية ورما أنت محسوق علي شيء ما تبغى سوق علي تبغى قعدت قري ومين مسكين وماشى فديا إسكتي وروري ومشروب وتكون بحيث هذا ضاد هذا سير سير يدو كوكو فكتر حرام تيجي بعد كوكو كشان بعدك ما في شيطان يا حول بدن مركي ما دان وحد بدن وي صدرت والله إجان كرا هذا يباهي شرتو أما أمانة ده أما استعمال فلايدين تهذا هذا غبا عن تبليه توفيق.